استقبل فخامة الرئيس قيس بوسعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة اليوم أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية العرب بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب ورحب فخامة الرئيس التونسي بأصحاب السمو المعالي الوزراء مؤكدا على أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك ومعربا عن أمله في أن تكلل بالتوفيق والنجاح